ضمن استعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه ومباراه بطل اثيوبيا يوم الجمعه اللي جايه في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي لعب النهارده مباراه وديه مع فريق نجوم السادات على ملعب التتش في الجزيره. عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر عن المباراه دي معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شريف. الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايزه اعرف من التفاصيل اللقاء النهارده الودي طبعا اللي اتعمل استعدادا للمباراه القادمه في بطوله دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي جاي. عايزه اعرف منك التشكيل. المباراه دي انتهت 7-0. عايزه اعرف مين احرز الاهداف. يمكن الاهلي فعلا بيستعد للمباراه الافريقيه المعترك الافريقي يوم الجمعه المقبل. دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل الاهلاويه باذن الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي هذا الموسم. يمكن اللاعبين اللي شاركوا بالامس في مباراه طلاء الجيش كان قبل المباراه الوديه شاركوا في تمرين خفيف اطالات ولفه حوالين الملعب. ويمكن كان في جلسات مع المدرب عادل مصطفى كابتن عادل مصطفى مع محارب مع باسم علي مع هشام محمد. الاهلي الفتره الاخيره بيعتمد على الجلسات النفسيه مع اللاعبين اذا كان كابتن محمد يوسف او الكابتن سيد عبد الحفيظ لتحفيز اللاعبين للمرحله المقبله. يمكن الاهلي لعب بالفعل مباراه مع نجوم السادات. يمكن تشكيل كان في حراسه المرمى علي لطفي كان امامه اثنين سيرد باكات محمد عبد المنعم يمكن ده تحت سنه والجزار على ناحيه اليمين كان باسم علي ناحيه الشمال كان صبر رحيم كان ديفندرين اكرم توفيق واحمد حمدي كان امامهم عمار حمدي ومؤمن زكريا واحمد حمودي وفي الهجوم احمد ياسر ريان. يمكن التغييرات اللي عملها الكابتن محمد يوسف النهارده كانت نزول عمرو جمال كانت نزول عمرو بركات كانت نزول محمد فخري الشهيد ببركات كانت نزول ميسي اللاعب الجديد الفلسطيني محمود يمكن السلمي. خليني اقول لك الاهداف اللي احرز الاهداف في الشوط الاولاني لاعب احمد حمودي في الدقيقه 18 احمد ياسر ريان في الدقيقه 30 حمودي ايضا في الدقيقه 35 واحمد ياسر في الدقيقه 45 في الشوط الثاني محمد فخري في الدقيقه 66 عمرو جمال في الدقيقه 75 محمد فخري ايضا في الدقيقه 85. يمكن المباراه انتهت 7 أهداف للا شيء. يعني احرز هدفين حمودي هدفين تانيين احمد ياسر ريان وعمرو بركات احرز هدف وميدو جابر هدف ومحمد فخري هدف. تمام. يمكن خليني اقول لك ان كان في تغيير محمود السلمي ميسي اللاعب الفلسطيني يمكن ابهر كل الموجودين بمهاراته الواضحه جدا بتمريراته السحريه ويبدو ان هيكون له شان كبير في كره القدم الاهلاويه. لاعب من نوعيه اللعيبه المحبوبه لجماهير للجماهير الحرفانه باين قوي عليه شكله لعيب كبير. يمكن شيء معروف. اللقاء كان الساعه كام؟ ليه؟ اللقاء كان الساعه كام؟ اللقاء كان المفروض الساعة 1 بس بدأ الساعة 2:30 واستمر تقريبا لغاية الساعة 3:30 مظبوط. اوكي طيب عايزة بقى أسألك برضو مين أكتر اللعيبة اللي تألقوا النهاردة. يمكن النتيجة كبيرة طبعا 7-0 لكن أنت قلت لي اللاعب الفلسطيني الجديد هو أكتر واحد يعني أشاد بيه الموجودين أو أبهر الموجودين أو الحاضرين للقاء. تمام. طبعا السلمي ابهر الموجودين احمد حمودي النهارده كان متالق جدا مؤمن ايضا كان متالق الى يعني جاله اصابه النهارده في المباراه. يمكن سالت الدكتور قال لي عنده اجهاد في العضله الخلفيه. من النادي الاهلي الفتره الاخيره الاصابات متتاليه يمكن ضغط المباريات توالي المباريات للاسف بيؤدي الى اصابات كل 3 أيام مباراه بيكون النتيجه بتاعتها اصابات نظرا للاجهاد الشديد للاعبين. رامي ربيعه ايضا عنده طبعا كسر في اصبع اليد وهيغيب للاسف برضه من حوالي شهر. سعد سمير النهارده عمل اشاعه علشان كان عنده اصابه في مباراه امس يمكن لسه هبان النتيجه بكره. يعني يمكن الاصابات بتتوالى بس المفرح ان احمد فتحي خلاص قرب يرجع تاني. معلول خلاص بيضع يمكن قرب الشناوي قرب اجاي خلاص بيقرب. يعني يمكن في اصابات في ناس بترجع وفي ناس للاسف بتتصاب تاني. مؤمن زكريا مؤمن زكريا عنده جهاد في العضله الخلفيه في العضلتين الخلفيه يمكن هيبان بكره الدكتور هيعمل له كشف بكره ويشوف مدى الاجهاد وصل لحد فين. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.